غياب الخدمات العامة والضرورية عن عزلة النويحة التابعة لمديرية القبيطة يفاقم الوضع ويزيد من معاناة السكان. فهذه الوحدة الصحية هنا حتى وإن كانت الأسر ترى فيها بصيص أمل، إلا أنها هي الأخرى تعاني من مشاكل عديدة. المشاكل التي نعانيها في المنطقة في الجانب الصحي هي نقص الأدوية والغاز والطرقات طبعا، وصعوبة وصول الغاز والماء والأدوية بشكل أساسي واللقاحات، هذا كأساسيات. هذا المرفق الصحي يقدم خدماته لأكثر من 13,000 نسمة، حيث بات العاملون الصحيون يتجرعون مرارة الوصول إلى القرى والمناطق الواقعة في عزلة النويحة، مما يؤثر سلبا على مستوى الخدمات الصحية للأهالي. ما يواجهنا من صعوبة هو صعوبة الوصول إلى المرافق الصحية، صعوبة الإسعاف، صعوبة أيضا استخدام المواصلات. تبين هذه الكشوفات مستوى الحالات التي تصل إلى المركز في ظل نقص في التموين الدوائي وانعدام الكادر الطبي المتخصص الذي يقدم خدماته للمرضى. المشاكل كثيرة جدا، ولكن أهمها نقص التموين الدوائي وصعوبة الوصول إلى المواقع الصحية. إلى جانب افتقار المركز للكثير من الخدمات، إلا أنه يفتقر بالدرجة الرئيسية للدعم بالمواد الأساسية كالأمصال واللقاحات والأدوية الأولية التي تبين مستوى حالته الطبية في ظل صمت الجهات المعنية، مما ينذر بكارثة صحية لأهالي منطقة النويحة في مديرية القبيطة بمحافظة لحج. مختار شعتل، قناة بلقيس، محافظة لحج.